حاولنا تقصي الحقيقة. قصدنا أحد مصانع الأدوية بالجزائر، وقفنا على الإجراءات الصارمة التي تضعها الإدارة على الموظفين والعمال، خصوصاً بمخابر تصنيع أدوية المؤثرات العقلية. فبالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة بكل مخبر، يخضع العمال إلى عمليات تفتيش قبل دخولهم ومباشرة العمل وقبل خروجهم أيضاً. نفس الإجراءات وقفنا عليها بأحد الصيادلة، حيث توكل مهمة بيع حبوب المؤثرات العقلية لشخص معين، كما أنها تحفظ في خزانة مقفلة. هذا الدواء يفرض علينا لكناس صندوق الضمان أن يفرض علينا نبعثوا الأوردونونس مع المريض بلاكارت تاعو باش يتم القبول تاعو من عند الطبيب الميديسان كونسيل تاع لاكناس. الدواء راه يمر كما قلت لك يمر على مراحل كثيره. هذه كي نهضروا على الدواء اللي يتم توزيع تاعو بطريقه شرعيه، ما ننساوش باللي كاين عندك ممكن يدخل الدواء بطرق غير شرعيه، وهذا هو الخطر الكبير. إجراءات جاءت بعد وقوع حوادث، سواء في مصنع الأدوية هذا أو عند صاحب الصيدلية هذه.